بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، من أكثر القضايا الخلافية بين المسيحية والإسلام موضوع صلب المسيح، لأن المسيحيين بيعتبروا موت المسيح على الصليب حقيقة تاريخية لا جدال فيها، والقرآن الكريم يؤكد بدقة تامة أن المسيح لم يقتل ولم يصلب، وإن الله سبحانه وتعالى أنقذه من الصلب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وهنا القرآن بينفي قتل وصلب المسيح عليه السلام من جانب أعدائه، والمسلمين بطبيعة الحال بيؤمنوا بكلام الله عز وجل، ولكن الاعتقاد بموت وصلب المسيح هو محور وأساس وعصب الديانة المسيحية، وانتفاء الصلب وموت المسيح على الصليب وفداء البشرية من خطية آدم يهدم أساس كل هذه المعتقدات. ولكن أصدقائنا المسيحيين هيقولوا احنا مش بنعترف بالقرآن ولا الإسلام، والمسلمين هيتفقوا معاكم على المبدأ ده لأنهم مستعدين يعرفوا الحقيقة حتى ولو كانت موجودة عندكم في كتابكم المقدس اللي بتؤمنوا بيه، بشرط واحد إنه ما يكونش فيه تناقضات تخلينا نقول إن ما فيش عملية صلب للمسيح. وإذا اكتشفنا إن فيه تناقضات في كتابكم المقدس بخصوص موت المسيح على الصليب، فإحنا من حقنا كمسلمين إننا نتمسك باللي قاله القرآن إن المسيح لم يقتل ولم يصلب. أظن ما فيش عدل وتساهل أكتر من كده في الموقف ده. فالقرآن الكريم علمنا إنه لما حد يجي من أي دين غير دين الإسلام يقول لنا إن في عندكم حاجة غلط في معتقدكم، نقول له هات دليلك، والدليل على كده في قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وطبقا للآية القرآنية دي بنطالب أصدقائنا المسيحيين بالبرهان والدليل على أن المسيح عليه السلام مات على الصليب، وعلى الفور استجابوا للبرهان ده، واللي كان الكتاب المقدس بترجماته ونسخه المختلفة والمتعددة. فتعالوا نشوف إيه اللي قاله الكتاب المقدس عن موت المسيح على الصليب، ونشوف الدليل الأول اللي بيستدل بيه أصدقائنا المسيحيين على موت المسيح على الصليب، وهو النص اللي جه في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس، واللي بتقول: وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. فالمقصود بقيامة المسيح عند المسيحيين هو قيامته من بين الأموات بعد نزوله ميت من على الصليب، وبعد دفنه في القبر لمدة 3 أيام و3 ليالي. والكرازة هي الدعوة إلى اعتناق الدين المسيحي، والنص ده بيوضح ويبين أهمية الاعتقاد بقيامة المسيح بعد موته على الصليب، لأن المسيحيين بيعتقدوا أن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات علشان يفدي البشرية من خطية آدم. وإذا ثبت أن قيامة المسيح من بين الأموات غير صحيحة ستنهار المسيحية كلها. ونبدأ الحوار ونسأل أصدقائنا المسيحيين إزاي الإنسان يقوم من الموت؟ والسؤال ده سأله بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس، لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات وبأي جسد جسم يأتون؟ وهو بنفسه اللي رد على السؤال ده وقال: يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. وده دليل على ان اللي بيموتوا بيقوم من بين الاموات بارواحهم مش باجسامهم. وللتوضيح اكتر ولتقريب المعنى، كان في حجرة بيجتمع فيها المسيح عليه السلام مع تلاميذه في مدينة اورشليم،
والحجرة دي كانت في الدور العلوي بأحد المنازل المملوكة لواحد من تلاميذ المسيح، والمسيح كان بيروح الغرفة دي باستمرار وبيقعد مع تلاميذه وأتباعه. وبعد صلب المسيح بأكتر من 3 أيام وثلاث ليالي اتفاجئ تلاميذ المسيح بدخوله عليهم، وده طبقا لنصوص وردت في الكتاب المقدس. وتلاميذ المسيح سمعوا بموته على الصليب ودفنه علشان هم ما كانوش معاه لما اتقبض عليه واتوضع على الصليب، لأنهم هربوا كلهم سابوه بشهادة إنجيل مرقس لما قال فتركه الجميع وهربوا. وكلمة الجميع معناها أن كلهم ما شافوش عملية الصلب، ومحدش منهم كان موجود كشاهد عيان على اللي حصل، علشان كده كانوا بيظنوا أن المسيح مات وأن جسده اتحلل. وفجأة كده يلاقوه داخل الغرفة اللي كان بيجتمع معاهم فيها قبل عملية الصلب المزعوم. والقصة دي مش قصة خيالية، دي قصة بيحكيها إنجيل لوقا. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنه نظروا روحا. فيا ترى ليه جزعوا وخافوا وظنوا أنهم شافوا روح؟ هم ظنوا أنه مات بعد إنزاله من على الصليب ودفنه 3 أيام، وتفاجئوا بيه داخل عليهم الغرفة واقف وسطهم، وظنوا أنهم شافوا شبح المسيح مش المسيح نفسه. ولكن المسيح حاول يبدد مخاوفهم فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليست لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه. وبالرغم من كده نلاقي أن المسيح لاحظ أنهم لسه شاكين فيه أنه شبح مش المسيح نفسه، فحب يطمنهم أكتر، علشان كده طلب منهم أكل فقدموا له سمك مشوي وعسل فأخده وأكل قدامهم. وإنجيل لوقا بيوضح الكلام ده وبيقول وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذه وأكل قدامهم. وبما أن المسيح أكل سمك مشوي وعسل فده يدل على أنه كان حي بجسده بعد عملية الصلب بأكثر من 3 أيام. وظهوره بجسده حي في المكان ده وفي الوقت ده بيدل على انه ما ماتش على الصليب وما قامش من بين الاموات، لان القيامه من بين الاموات تكون بالروح مش بالجسد. واللي قاله انجيل لوقا وضح واكد ان المسيح ما ماتش على الصليب وما اتدفنش وما قامش من بين الاموات، لان الروح هو اللي بيقوم من الاموات مش الجسد. فلما يجي لك واحد ويقول لك انا حي ما متش وانا مش روح ومش شبح، وتقول له اثبت لي انك مش روح ومش شبح، يقول لك انا بجسدي لحم وعظم، فالشخص ده يكون قدم لك دليل قوي على انه ما ماتش وانه حي. ومريم المجدلية شافت المسيح حي بجسده بجوار المقبرة اللي ما لقيش الجسد فيها، فراحت وقالت لتلاميذ المسيح على اللي حصل وما صدقوهاش. وده جه في إنجيل مرقس اللي قال فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون، فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. التلاميذ ما صدقوش أن المسيح حي، هم كانوا معتقدين أنها شافت شبح المسيح. لو قالت لهم أنها شافت شبح المسيح كانوا هيصدقوها، لأن قصص الأشباح كانت منتشرة بين الناس في الوقت ده وكان من السهل تصدقها. ومريم المجدلية لما راحت لقبر المسيح هي وبعض النساء ما لقيوش جسده في القبر. والكتاب المقدس بيقول ان الملاكين قالوا لهم لماذا تطلبنا الحي بين الاموات؟ وده دليل من الكتاب المقدس اللي بيبرهن به المسيحيين ان المسيح مات على الصليب، بيأكد ان المسيح كان حي. في سؤال قالوه اليهود للمسيح عليه السلام، يا معلم نريد أن نرى منك آية. كانوا عايزين يوريهم معجزة ودليل على أنه رسول من رسل الله. فقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. وهنا المسيح ما قال لهمش مثلا لا أعطيه آية، ولكن قال ولا تعطى له آية، وده دليل على أن معجزات المسيح كانت بتتم بقدرة الله وبإذن الله. وقصة
قصة يونان النبي موجودة في سفر يونان، والقصة باختصار أن الله سبحانه وتعالى أرسل يونان إلى نينوى، ودي كانت مدينة كبيرة علشان يدعوهم للتوبة والجلوس على الرماد علشان ربنا يتوب عليهم من الأعمال السيئة اللي كانوا بيعملوها. لكن بدل ما يونان يروح لنينوى زي ما ربنا أمره بكده، راح لمدينة تانية اسمها نرشيش خوفا من أهل نينوى، وكان عايز يهرب عن طريق البحر. ووصل لمدينة يافا وركب السفينة، وأثناء الرحلة هاج البحر وكانت السفينة هتغرق، لدرجة أن ركاب السفينة سألوا بعض عن سبب وشوك السفينة على الغرق، فيونان قال لهم أن السفينة هتغرق بسببه، وطلب منهم أنهم يرموه في البحر علشان البحر يهدى ويستقر. لكن ركاب السفينة فضلوا يعملوا قرعة علشان يتأكدوا من أن المطلوب هو يونان علشان البحر يهدى، والقرعة جت على يونان فرموه في البحر، ولما ترمى يونان في البحر استقرت الأمواج والبحر هدي. لكن الحوت بلع يونان وبقى في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، والقصة دي لما تسأل عنها الأنبا شنودة قال لهم لا تعطى لكم إلا آية يونان، يعني اللي هو إن المسيح يكون في القبر ويخرج منه زي ما يونان كان في الحوت وخرج منه. قال له هو ده المهم، مش المهم ان حكاية فرجة وتتفرجوا على آيات، المهم الآية العظيمة اللي هي ان المسيح يخرج من القبر كما خرج يونان من الحوت. فهل خرج فعلا المسيح من القبر زي ما خرج يونان من الحوت؟ وهل يونان كان ميت لما رموه في البحر؟ لا طبعا، ده كان حي لأنهم ما رموش رجل ميت. وهل مات يونان لما كان في بطن الحوت؟ لا طبعا، كان حي بيسبح ويستغفر ربه. وهل كان يونان ميت لما الحوت طلعه على الشاطئ؟ لا طبعا، كان حي. فلما الحوت لفظ جسد يونان من بطنه للشاطئ كان يونان حي، ما زال حي باتفاق اليهود لأن قصته موجودة في التوراة، وما يزال حي باتفاق المسيحيين لأنهم بيعتبروا التوراة جزء من كتابهم المقدس، ولا زال حي باتفاق المسلمين لأن قصة يونان موجودة في القرآن الكريم باعتبار أنها قصة سيدنا يونس، واللي أشار إليها القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وبالرغم من اتفاق اليهود والمسيحيين والمسلمين على أن يونان كان حي لما ترمى في البحر، وكان حي لما كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، وكان حي لما طلع من بطن الحوت وترمى على الشاطئ، إلا أن المسيحيين مصرين على أن المسيح كان ميت في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي، معارضين بكده قول المسيح إن آياته هتكون زي آية يونان النبي اللي كان حي في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي. فلو أصر المسيحيين على زعمهم بأن المسيح كان ميت في القبر 3 أيام و3 ليالي، ويونان النبي كان حي في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هيكون اعتقادهم ده مخالف لأقوال المسيح اللي موجود في كتابهم المقدس اللي قال لهم في إنجيل متى لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. وعلشان علماء المسيحية يطلعوا من الورطة دي قالوا مش المهم ان كان يونان في بطن الحوت وكان يسوع المسيح ميت في بطن الارض، المهم هو الوقت. فالمسيح كان عايز يقول لنا ان الوقت او الفترة اللي هيقضيها ميت في بطن الارض 3 ايام و3 ليالي، لكن المشكلة اللي ملهاش حل مهما عملوا هو الوقت اللي قضاه المسيح في بطن الارض حسب سردهم لوقائع الصلب والدفن والقيامة المزعومة.
فنلاقي ان المسيحيين بيقولوا ان عملية الاعداد لعملية الصلب بدأت يوم الجمعة بعد الظهر، والاعداد لعملية الصلب بتاخد وقت علشان الموكب يتحرك لتنفيذ عملية الصلب. قالوا ان مدة بقاء المسيح على الصليب 9 ساعات او 6 ساعات او 3 ساعات على اختلاف الروايات طبعا. وتم انزال المسيح من على الصليب حوالي الساعة 9 مساء، لان اليهود كانوا مستعجلين على دفنه، علشان اليهود طبعا بيقدسوا يوم السبت وما ينفعش يدفن يوم السبت. ويوم السبت بيبدأ عندهم من منتصف الليل بعد يوم الجمعة اللي تم فيها الصلب. لو حسبنا مع بعض المدة اللي دفن فيها المسيح لحد ما قام على حسب زعمهم، هنلاقيها يوم واحد وليلتين، لأنه تم دفنه ليلة السبت، وكان جسده موجود بالقبر يوم السبت وليلة الحد. وفجر الحد راحت مريم المجدلية للقبر، فما لقيتش جسد المسيح هناك. فالكتاب المقدس بيأكد أنه دفن ليلة السبت بعد انقضاء نهار الجمعة، وإنجيل لوقا حدد بالظبط وقت اكتشاف مريم المجدلية عدم وجود جسد المسيح في القبر. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وده كان التصور المسيحي لصلب المسيح، واللي بيعتقدوا أنه إله، وأنه اتصلب ومات علشان يفدي خطايا البشر، وأنه اندفن ميت في قلب القبر 3 أيام و3 ليالي، وقام من بين الموتى ورفع حيا إلى السماء بعد 40 يوم من صلبه، علشان يجلس عن يمين الله ويحاسب الناس. ومن خلال ما سبق يتضح للجميع التناقض الواضح بين اعتقاد المسيحيين بموت المسيح على الصليب وبين رواية الإنجيل لظروف وأحداث عملية الصلب، وأيضا التناقض الواضح بين الإدعاء بموته على الصليب ودفنه ميت وبقاؤه 3 أيام و3 ليالي، وبين كلامه مع مريم المجدلية ورؤية التلاميذ ليه وكلامه معاهم وأكله السمك المشوي والعسل في الحجرة العلوية. والتناقض في رواية الكتاب المقدس عن صلب المسيح واضح في مدة بقاء المسيح في القبر، لأنها مش 3 أيام و3 ليالي زي ما بقي يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، لأنه بحسب الفترة اللي قعد فيها المسيح في القبر لأنها يوم واحد وليلتين. كل التناقضات دي تدينا الحق كمسلمين إننا نرفض وما نقبلش ادعاء المسيحيين واعتقادهم، سواء بألوهية المسيح أو موته على الصليب وقيامته من الأموات بعد 3 ليالي و3 أيام. ده يخلينا نرفض أي مزاعم تانية تتقال عن المسيح عليه السلام، ويحق لينا كمسلمين إننا نتمسك باللي يقوله القرآن الكريم لينا عن قصة الصلب، لأنه واضح ودقيق ومفهوش أي تناقض. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.